السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء بقول لك رمضان كريم، الله يتقبل صيامكم وقيامكم. من جمعيتنا جمعية عرب بيردين الألمانية بحضور النائب شيخ موس دينشال الذي أتى من تركيا لعندنا المدينة رمل. نحن بنتشكر الرئيس رجب طيب أردوغان اللي لبى الطلب من بعد ما الحاج عمل فيديو وطلع على فيسبوك وبعث لنا رسالة خطيا، لبالنا الطلب والحمد لله رب العالمين. بعت لنا النائب لعنا بينور ويشرف. اي والله بينور ويريح الريوق. رئيس رجب طيب أردوغان الله يحفظك يخلي لنا اياك. اول شيء في معنا هون رسالة بدنا نوصلها ان شاء الله حضرة الرئيس رجب طيب أردوغان الله تعالى يحفظه ان شاء الله. ومعنا تكريم من جمعيتنا جمعية عرب ميردين، حبينا ناديه هو السيد النائب الحاج شيخ موس. صورها صورنا صورنا هذه صورة لها واحد نصور هذه صورة ما شوية هكي بس من بعيد الزيت تمام صورة أحلى أحلى صورة وأحلى أحلى وردي عندنا والله والله أحلى وردي. وهاي نخ خليك على المسير هاي هوني هاي وصلنا. في معنا هون كمان في عليها شعار جمعية عرب ميردين، ميدالية ذهب ما في شيء من قيمته لأنه هو وزنه كله ذهب. الله يبارك. عيار 24 في عليها شعارنا، أرجع حابين كمان نكرمه فيها. كرمه وتبقى ذكرى حاضرين إن شاء الله. الله يبارك. الله يبارك فيك واللي شيعك واللي جابك وعلى عيننا لخالد. وهي آخر هدية هاي للمرأة يا للخالد. تقبل مننا الله يبارك من جمعيتنا الله يبارك فيك ويكبر لنا ويسهل فيك على عيني. يلا اكوا عم الحاج بخوني الحاج الوردي ورونا صوره ابو ابو عمر تعالوا نتفاوضوا معاك. تعال يا وسهلا بالحاج على عيني والله منورك ايلو جيت مجهودك غالي لعبنا والله انت غالي وجيت بريحة رئيس جمهورية العالم. ايه قضيت بعضكم ابوس عينك والله على عيني البرده.